الآن ماذا تعلمنا؟ فقدان السيطرة. جيد. الصراخ والصياح. نعم، والأهم في كل هذا؟ الحماس. نعم، وبعد أن تعلمت عناصر الهتاف لنسمع هتافا. ياي. أوه، هل ستعطفين بهذه الطريقة؟ أعلى. ياي. أعلى. ياي. أعلى. ياي. أعلى من اللازم. يا مهرتي يا مهرتي، مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة. مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي صدق فرح، هي الرقة هي العمل، وهي تطفي واسع الأمل. يا الصداقة حب يسري على الدوام. ياي. والآن المرحلة الأولى من عرضي. المرحلة الثانية. ريمبو انطلقي. لننطلق المرحلة الثالثة، قوس قزح المنفجر. بالدراسة. ريمبو داش، أنت مدهشة. هل سبب هتافي كل هذا؟ آسفة بشأن هذا، لقد كان هذا أداء سيئا بالفعل. في الواقع لم يكن سيئا، لقد أعجبتني كثيرا حركة دوران السحب. لم أكن أتحدث عن أدائي أنا، أتحدث عنك أنت. هذا الهتاف الهزيل. عن ماذا تتجادلان؟ نحن نتجادل. أنا آسفة. ليت كنا تستطعنا المجيء إلى كلاودز ديل لمشاهدتي وأنا أتسابق. ما هذا؟ إنها مسابقة تتسابق فيها المهور المجنحة لكي تستعرض مهاراتها. هناك مهور سريع وهناك مهور رشيقة. حقا أود أن أشاهدك وأنت تستعرضين مهاراتك. نعم، لماذا لا تحضرن؟ فلاتشاي صديقة مخلصة، لكن هتافها ليس مشجعا. كم أود أن أراك تؤدين حركة قوس قزح المنفجر، إنها مثل أكثر الحركات دهشة في العالم، رغم أنني لم أرها من قبل، لكن لا أحد ينكر ذلك. كيف يمكن ألا تكون مدهشة؟ ما هو قوس قزح المنفجر؟ ينبغي عليك الاختلاط بالآخرين أكثر. قوس قزح المنفجر هذا أسطوري. عندما تنطلق مهرة مجنحة بسرعة هائلة، يمكن اختراق الصوت وظهور قوس قزح معا. وريمبو داش هي المهرة الوحيدة التي حققت هذا من قبل. هذا قبل زمن طويل، حين كنت مهرة صغيرة. ستحققينه مرة أخرى صحيح؟ هل تمزحين؟ أنا أعظم طيارة في كلاودز ديل كلها، سأحقق قوس قزح المنفجر بسهولة. أو إذا نجحت في تحقيق هذا ستفوزين بتاج. الجائزة هي تقضية يوم مع فريق وندر بولز، يوم كامل من الطيران مع أبطالي منذ الصغر. إنه مثل حلم يتحقق. ياي. سأذهب لأستريح، لا أريد أن أرهق نفسي كثيرا. أنت من ناحية أخرى من الأفضل أن تواصلي التدريب، أحتاج فريق هتاف يتماشى مع عرضي الأكثر من رائع. لقد تدربت على هذه الحركة 100 مرة ولم تقترب من تحقيقها. لا أعرف إذا كان بإمكاني الهتاف بصوت عال أم لا. حسناً، من الأفضل ترتيب الكتب مجدداً. تحركي تحركي. أفعل ماذا؟ فكري في خدعة تساعد المهورة غير المجنحة على دخول كلاودز ديل. ألم تري كيف هي متوترة؟ متوترة؟ هل فقدت عقلك يا فتاة؟ كانت تتفخر بمهاراتها أكثر من أي عازف مشهور. أو يا أبل جاك، لقد أقمت عروض أزياء كثيرة وأعرف شعور الخوف أمام الجمهور. علينا إيجاد طريقة لنذهب ونشجعها. هيا تحركي. كيف أبحث؟
أبحث عن وصفة للطيران في هذه الفوضى. وصفة طيران؟ لحظة، الصفحة 27. كيف فعلت هذا؟ سقطت على وجهي عندما ارتطمت بأرفف في كتب. ها هي وصفة تسمح لمرور الأرض بالطيران لمدة 3 أيام. أوه، تبدو وصفة صعبة جدا، لست واثقة من تنفيذها. عليك المحاولة. حسنا، من ستتطوع للتجربة عليها؟ سأفعل أنا من أجل الرينبو داش، سأبدأ أولا. لنجرب الآن. تعلمي أن تكوني حازمة، عبري عن رأيك بشجاعة. أهلا، ماذا لدينا هنا؟ إنها صديقتنا القديمة ريمبو حوادث. هل طردتي من أي مدرسة طيران مؤخرا؟ أنا لم يتم طردي. وجهي الأمر يا ريمبو حوادث، كانت قواعد مدرسة الطيران كثيرة ولم تنحك وقتا كافيا للنوم. نعم، وماذا عن قوس قزح المنفجر؟ هذه مجرد أسطورة مهور سخيفة، لا تملكين المهارة لتحقيق هذا الأمر. انتظر لحظة واحدة هنا. أنا آسفة، أحاول أن أكون حازمة. على كل، سوف تحقق قوس قزح المنفجر. لا، لن تفعل، لأنه لا وجود لهذه الحركة. حسنا، فلتأتي إلى الاستاد وسترى بنفسك إذا سمح وقتك. سيسمح لي وقتي. لا تقلقي، سنأتي بالطبع. نراك هناك يا ريمبو حوادث. هل رأيت هذا؟ كنت حازمة للغاية. هؤلاء الأولاد محقون، لن أتمكن من النجاح اليوم. لا يا ريمبو داش، ليس لمجرد أنك فشلت في تحقيق قوس قزح المنفجر آلاف المرات، أنك لن تتمكني من تحقيقه في الاستاد الكبير المليء بمهور متشوقة وكثيرة الانتقاد. ماذا أفعل الآن؟ الكل سيراني وأنا أفشل، لن يسمحوا لي بالانضمام إليهم. ستأمر الأميرة سيليستيا بنفي إلى إيفر فري فورست. لقد ضاع مستقبلي. رارا رائع؟ من الرائع تحقيق قوس قزح المنفجر. راريتي، راريتي، هل أنت تحلقين؟ إنني أحلق بالفعل. ألا تريني جناحين؟ صنعتهما توايلايت من أجلي، أنا مفتونة بهما. أنتما مندهشتان، ما كان يمكن أن نتركك يا ريمبو بدون فريق هتاف وتشجيع. نحن؟ أنا لا أصدق هذا. أمر مذهل جدا. هذا مدهش جدا، لقد جئتن. جئنا بالفعل. انتظري، كيف هذا؟ المهور المجنحة هي من تسير فوق السحب. أمر مدهش. عثرت على وصفة تصنع أجنحة مؤقتة، لكن كان من الصعب تنفيذها أكثر من مرة، فعثرت على أخرى تجعلنا نسير فوق السحب. لقد جئنا كي نشجعك حتى النصر. بصراحة كنت قد بدأت أشعر بقدر قليل جدا من التوتر، ولكني هدأت بوجودكن هنا. هاي، لدينا متسع من الوقت لنذهب في جولة حول كلاودز ديل. نعم، فكرة جيدة. هذه هي أعظم مدينة في السماء. المهور المجنحة في التاريخ جاءت من كلاودز ديل. أوه، انتظريني. هذان الجناحان رائعان. أشكرك كثيرا. كوني حذرة بهذين الجناحين، فهما من أشعة الشمس ونادى الصباح وفي غاية الرقة. لا تخاف يا توايلايت، لا أعتقد أن الاهتمام الكثير بهما سيمزقهما. أود رؤية المكان الذي يصنع فيه الطقس. فكرة مدهشة، هيا يا فتيات إلى مصنع الطقس. هذا مكان صنع رقائق الثلج، تصنع كلها يدويا كما نرى، إنها عملية دقيقة. أوه، تبدو رقائق الثلج أجمل بكثير من هنا.
هيا بسرعة من هنا من هنا أفضل الانصراف قبل أن تفسد رارة الشتاء وتسبب جفافا. وهذا مكان صنع قوس قزح. من أين حصلت على الجناحين الرائعين؟ أريد مثلهما. أعتقد أنني يمكنني مساعدتك. انظروا، إنها ريمبو حوادث مجدداً. نعم، إنها ريمبو حوادث. راريتي، لماذا تتحدثين إلى هؤلاء المزعجين؟ إنهم يعبرون عن إعجابهم بجناحين يا ريمبو. نعم، ينبغي أن تنسي الاندفاع أسرع من الصوت وابحثي لك عن جناحين مثل هذين. هيا يا فتيات، لنذهب ونرى كيف تصنع السحب. لا تنصتي إليهم، ستفوزين بهذه المسابقة بلا شك. هل تمزحين؟ لا أستطيع تحقيق قوس قزح منفجر. وانظري إلى هذين الجناحين العاديين. انتهى أمري. ماذا؟ هذه الأشياء القديمة؟ تفضلوا جميعاً، أشجعكم على التصوير. راريتي، من المفترض أن نساعد ريمبو داش على أن تهدأ. ضعي جناحيك جانباً وكفي عن التفاخر. كيف تطلبين مني أن أضع هذا الجمال جانباً؟ ريمبو داش، هل أنت بخير؟ لا تبدين بخير. بالطبع، ولما لا أكون بخير؟ الجميع معجبون بجناحي راريتي ولن يلاحظوا حتى عندما أخفق في أداء عرضي بالمسابقة. هي، خطرت لي فكرة، اشتركي في المسابقة. نعم، يمكنني مشاهدتك تطيرين طول اليوم. لا توجد مرة في التاريخ تجيد استخدام جناحيها مثلي. علي أن أشارك في المسابقة. ماذا؟ ستكون مسابقة شيقة. نعم، أعرف. لنرى. أتمنى أن تفوز. سأتأخر قليلاً. أعزائي المهور والخيول، رجاءً القيام والترحيب معي بأميرتنا الغالية الأميرة سيليستيا. أرجو الترحيب بأعضاء لجنة التحكيم في مسابقة أفضل الطيارين الصغار، فريق واندربولتس. والآن لنرى معا من الذي سيفوز بالجائزة ويحمل لقب أفضل الطيارين الصغار. حسنا، المتسابق رقم واحد، دورك. حسناً، رقم اثنين، دورك. هيا، ليس لدينا اليوم بطولة. إنها تتحدث إليك. أعتقد أنه دوري. حسناً، رقم أربعة، جاء دورك. أنا رقم أربعة، وأحتاج دقيقة صغيرة واحدة فقط. كوني لطيفة وأرسلي مهرة غيري. اسمعي، لا يهمني من يذهب الآن، لكن على أحد أن يذهب. سأذهب أنا. ماذا سأفعل الآن؟ أعجبني رقم سبعة، القيام بحركة البرميل ليس سهلاً. أنا أفضل رقم عشرة، أعتقد أنها تبدو مهرة لطيفة. لماذا لم نرى ريمبو داش أو رارتي بعد؟ المسابقة ستنتهي. رقم 15، إنه دورك. راريتي، جاهزة. اسمعي يا فتيات، لا أعرف ماذا أقول. لدينا وقت لعرض واحد فقط. إذا أردتما التسابق عليكم الخروج إلى الجمهور. حسناً ريمبو داش، هيا بنا.
والآن وصلنا إلى المتسابقة الأخيرة، المتسابقة رقم 15 وكذلك المتسابقة رقم 4. بالتوفيق يا ريمبو داش، فقط ابذلي أقصى ما عندك. سمحت لنفسي أن أغير الموسيقى قليلاً، فموسيقى الروكن رول لا تناسب جناحي مطلقاً. هيا يا ريمبو داش، أنت لها، فقط تذكري الحركات. المرحلة الأولى. حركة رائعة يا ريمبو حوادث. وقت المرحلة الثانية. انظر، نجحت في المرحلة. والآن أقدم لكم الحركة الأخيرة، سأطير عاليا بالقرب من الشمس وأجعل أشعتها تتخلل جناحي فوق مدينة كلاودز ديل. أوه، سيتحدث الجميع عن هذا الأمر. هذه فرصتي الأخيرة لكسب الأمور في صفي. المرحلة الثالثة، قوس قزح. المنفجر. جناحي لا تخذلاني الآن. انظري إلي الآن يا إكواستريا، لأنني أنا فيريتي. أعتذر للجميع لأنني تمديت بهذا الشكل في إعجابي بجناحي الجميلين. يبدو أنني فقدت رشدي. لا عليك، لا عليك يا ريتي، لا تشغلي نفسك بالأمر. وأنا أسفة للغاية لأنني لم أراعي شعورك وانضممت للمسابقة في آخر لحظة بعد أن بذلت مجهودا كبيرا كي تفوزي. هل يمكنك أن تسامحيني؟ لا عليك، لقد انتهى الأمر على خير. كنت أتمنى أن ألتقي بفريق وندر بولت. لا أصدق، لا أصدق، لا أصدق، لا أصدق. أنت المهرة الصغيرة التي أنقذت حياتنا. يسعدنا أن نلتقي بك ونشكرك كثيرا. لا أصدق، لا أصدق، لا أصدق، لا أصدق. أميرتي، أهلا يا تويلايت سباركل، وأهلا بكل أصدقائك أيضا. الأميرة سيلاستيا، أعتذر لأنني أفسدت المسابقة. صديقتي ريمبو داش هي بالفعل أفضل طيارة في إكواستريا. أعرف هذا يا عزيزتي، ولهذا السبب ولتصرفها الشجاع وتحقيق قوس قزح المنفجر، أقدم الجائزة الكبرى لأفضل الطيارين الصغار. للفائزة هذا العام المهرة ريمبو داش. لا أصدق، لا أصدق، لا أصدق، لا أصدق. حسناً يا تويلايت، تعلمت درساً عن الصداقة من هذه التجربة؟ تعلمت يا أميرتي، لكن راريتي تعلمت درساً أهم مني. تعلمت بالفعل،
تعلمت أهمية أن تحافظ المهرة على تواضعها وأن تكون عونا لصديقاتها. ممتاز، أحسنت يا راريتي. هذا أفضل يوم في حياتي بلا شك. هاي ريمبو حوادث داش. آسف ريمبو داش. كنا نريد أن نهنئك على الفوز بالمسابقة. قوس قزح المنفجر كان مدهشا. شكرا يا رفاق. نريد أن نعتذر لك على سلوكنا السيء معك اليوم. لا عليكم، لا تعتذروا. هاي أترغبين في الطيران معنا لتعلمينا كيف قمت بهذه الحركة الرائعة؟ آسفة يا أولاد، لدي خطط أخرى. التالي بن 10 على كارتون نتورك بالعربية.